خالي من الرقابة. جلال جلال سعيد يسجل لقطتين المنتدى. بدروش إلى غيث الرحمن في الثلاثية، يا رب. أمامية إلى بدروش في الثلاثية، يا رب. ويلا الله يجب أن يبقى تحت الرقابة، وممتازة من جلال الدخول. بدروش في رقابة دفاعية، الله حلو. بوزقية يلا يلا بدروش وما يسجلش، ولكن ابو زقيه يعيد. يلا ابو زقيه يلا الثانيه، لا يسجل يسجل ابو زقيه. 29 مقابل 9، ممتاز الدخول. عبد القادر صوب ويتبع، ممتاز السويدي يتابع. تعود للمنتخب الوطني، اماميه بدروش الان، هجوم معاكس، فاست بريك ويسجل بدروش. ممتاز بن زيو وغيث الرحمن، ممتاز يسجل تكنيكا فاول على البنش أو على بدلاء المنتخب المغربي لمروا على كرة السلة الليبية. جلال سعيد وممتازة من سفيان الشويدي. الشويدي سفيان في التصويبة الثلاثية خالي من الرقابة، يا سلام إلى جلال تحت السلة ويسجل. ممتازة من سفيان الشويدي، التوران والتصويب ويضيف نقطتين. إلى جلال تحت السلة، يا سلام يا جلال يا سلام على دخول من بدروش ويسجل. ممتازة بدروش، هذا هو اللعب اللي يجيب نتيجة، أنك أنت تتوغل وتدخل على لاعبين منتخب المغربي تحت السلة. بدروش يموى إلى غيث الرحمن، حلوة حلوة ممتازة ممتازة، التوغل من غيث الرحمن والتمريرة ممتازة من نسيم بدروش. وقت مستقطع لمدرب المنتخب المغربي، شوف الدخول الرائع. بدروش مرة أخرى ممتازة لغيث الرحمن، وفي تفاهم جميل وحلو ورائع. المنتخب الوطني يتقدم له مدافعين، غيث الرحمن يضيف نقطتين ممتازة. ثنائي زويتا نور الدين أزوقة، هجوم معاكس ممتازة ممتازة. غيث الرحمن إلى جلال، جلال يدخل ويضيف نقطتين للمنتخب الوطني. إذن وقت مستقطع لمدرب المنتخب المغربي، دقيقة وأربع ثواني على نهاية المباراة. التقدم للمنتخب الوطني 70-59. صوب الرمية الثانية ينجح في إضافة نقطة للمنتخب الوطني. التحديات الأفريقية المؤهلة إلى الأفرو باسكت بعزيمة الرجال، بكل ما أوتي من قوة منتخبنا الوطني يستطيع أو يتمكن من انتزاع ورقة التأهل. ألف مبروك للمنتخب الوطني، ممثلنا في الأفرو باسكت إن شاء الله. إذن التأهل إلى الأفرو باسكت، وأيضا تصفيات الأفرو باسكت، وأيضا إلى كأس العالم، وأيضا إلى التصفيات الأولمبية. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني ولكل من كان وراء هذا الإنجاز. أحد نجوم المباراة وصوتنا راح كلنا اليوم، يسامحونا، أحد نجوم المباراة اليوم لعبوا في أكثر من مركز وعولوا عليه، نسيم ألف مبروك هذا التأهل. كيف كانت المباراة قبل كل شيء؟ الحمد لله. أول شيء ألف مبروك للشعب الليبي، ألف مبروك للأولاد كلهم، ألف مبروك لأي حد وقف معنا في الأوقات الصعبة، في زي المباراة اللي فاتت كنا ما كناش في مستوانا، لكن الحمد لله اليوم أتمنى إن احنا قادرين نوصل بعيد في البطولة الأفريقية بإذن الله. نشكر كل من وقف معنا بإذن الله، القادم أفضل لكرة السلة الليبية بإذن الله. نسألك سؤال واحد فنيا، نسيم اليوم لعبت بلي ميكر انت والسعدي كتبديل مراكز، كيف كان الدور هذا بالنسبة ليك؟ ونعرف الضغط انت على منتخب المغرب. أكيد ظروف المباراة اليوم صعبة بعد زوج فاولات لكابتن الفريق محمد السعدي اللي بدل المباراة اللي فاتت مجهود كبير. أكيد المباراة هذه مباراة صعبة لآخر الثواني، كانت مباراة قوية، لكن الحمد لله وفقنا ربي بمجهود كل الرياضيين، من مشرف الإداري اللي حامل معدات للجميع، الحمد لله وبارك الله فيكم كلكم وشكرا. ألف مبروك نسيم. مراد بعد لحظات نحاول يكون معاي مدرب منتخبنا الوطني فؤاد أبو شقر. نعم نتمنى المباراة غيت، مباراة كانت صعبة في بدايتها، درت أكثر من فاولة. الحمد لله، يعني المباراة كانت صعبة، حاجة منتخب المغرب منتخب قوي ومش سهل، خاصة يعني تصفيات أفريقية يعني من سهلات المباراة كلن، لكن الحمد لله يعني احنا الفريق كله لعب بيد وحدة، لعبنا بروح وحدة بغض النظر عن فولات واجد، لكن عادي، لكن الحمد لله ربي وفقنا اليوم. ألف مبروك غيث، ما تشبحوش لي فارق الطور، هو طويل مش أنا قصير، الله يبارك. منور منور. الله يبارك فيك وحب أشكركم، بارك الله فيك. شكرا شكرا غيث، مراد لحظات وأعود إليك. إن شاء الله. نعم منتخبنا اليوم محمد، بنسألك من السلبيات قبل الإيجابيات، الخطأ الرابع اليوم. والله الخطأ الرابع يعني أنا كنت أتحمل مسؤوليته، ضغط وكنت يعني
تعب الحق يا ربي. هذا انا يعني نقعد حتى جماهير ليبيا انا ما عادش نعودها هذه. قريب ودرت فريقي لكن الحمد لله الاولاد كانوا رجال. زي انا لعبت زي ما لعبتش في 12 لعيب راجل في الملعب وبرا الملعب، واحنا كره السله يعني يد واحده كنا، يعني كل واحد يغطي على الثاني. الحمد لله الحمد لله يا ربي اليوم وفقنا وفرحنا جماهير ليبيا، وما زال الفرحه ما تتمش الا لن نتاهلوا لكاس افريقيا ولما لا نتاهلوا حتى للاولمبيات ان شاء الله. عبدو الفني محمد، قبل ما يسالوك الاستوديو، اليوم شفنا تبادل الادوار طريقه مختلفه، المدرب فؤاد حاول يفك عليك الضغط، شفنا مساعده من نسيم ومن محمد المبروك في اكثر اطوار المباراه. صحيح صحيح، الكوتش فؤاد يعني اعطانا تعليمات اليوم، يعني انا يعني ما درتش حتى بوينت، يعني زيرو بوينت، لكن قتلت لاخر لحظه. في لاعبين يعني ادوا اداء ممتاز، نسيم مبروك ادريس زيو سويفيان جمنجي كلهم ادوا ما شاء الله عليهم، يعني الحمد لله. يعني انا بنكون في يوم اوف في 12 لعيب يكونوا يعني في يومهم، الحمد لله الحمد لله يا ربي، ويوم وفقنا وفرحنا الشعب الليبي الحمد لله. طيب خليك معي محمد. نعم مراد، عبده نبي نسال سؤالين للسعد الاستوديو. السؤال هو هل هذا بطلب من فؤاد انه يحاول يبعد بمحمد السعدي الانظار على باقي اللاعبين لتسجيل اكثر عدد من النقاط؟ لا لا بالعكس، كان بودي انا نسجل سكور، لكن الحمد لله كان في رياضيين ثانيين موفقين اليوم ومشيت معاهم الاكثريه، يعني اعطيت باس واسيست. هذه هي يعني كرة السله، مش لاعب واحد، يعني لعبه جماعيه. زي ما انا سجلت زي ما سجلتش، في رياضيين ادوا مباراه اكثر من رائعه، وان شاء الله القادم افضل. طيب السؤال الثاني، شن سر فادي؟ سر فادي اللي ديما عبد الرزاق قول له يا هذه ترند بهذه المشاهد مراد وفرحه منتخبنا الوطني. شكرا محمد، شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، ننهي هذه التغطيه رفقه منتخبنا وهذا اداري منتخبنا.